دايما المصري بيقبل على نفسه انه يسمع للقوانين اللي بره. المانيا قالت ممنوع، وانجلترا قالت ممنوع، قالت اي واتيفر بقى الدوله اللي منعت، قالت حتى ممنوع الحجاب في المدارس، خلاص انت بتلجا ماشي. ما هو ده ينفع يعملوه هناك عشان القيم الاجتماعيه والدينيه مختلفه. ما هو ماشي، بس انت حضرتك حتى لو انت لو نزل هو حتى يعني احنا عندنا في قوانين صدرت خلال كوفيد 19 زي ما منعوا العمرة فترة معينة في الدين ده، ما لكن انت بتيجي القضية دي كل شوية بتثار. المشكلة انها مش في الماتيريال، الناس اللي بتلتزم بالماتيريال واللبس على كذا، بس انت بتشوف حضرتك في الشواطئ بيقلب الموضوع ترينج بقى ولبس غريب وحاجات فوق بعض وأقمشة بشكل معين، والأجانب بيصوروا الكلام ده. ما هو ده برضو بيدي صورة أو انطباع غريب. يعني انا مثلا باجي اكون نازل في احدى الشواطئ مثلا في مارينا او واتيفر، مش عايز اذكر اسماء، في الساحل الشمالي في ناس بتنزل بهدوم على اساس تقول لك ما تتعرضش للشمس، ملهاش علاقه بالبوركيني خالص، يعني هي ملهاش علاقه. وحتى رجال مالهم بيلبس بتلاقي حضرتك حد نازل وممكن يكون في اجنبي في فندق، لا واحد نازل بتريننج. الفنادق والقرى في والقرى السياحيه خاضعه لوزاره السياحه؟ مش كلها، في فنادق خاضعه لوزاره السياحه وفي فنادق صغيره بيبقى زي ترخيص من المحليات كده زي بنسيون او حاجه، ودي وزاره السياحه حتى الان ما وصلتش لانها تبقى تحت سيطرتها. لكن الفنادق كلها المصنفه نجمه ونجمتين وثلاث نجوم واربع نجوم وخمس نجوم وفي بوتيك اوتيل تبع وزارة السياحة، كل ده بيبقى بيخضع لضوابط وزارة السياحة اللي محطوطة مع المنظمات الدولية والمنظمات العالمية. والقرى السياحية ونفس الحكاية بالنسبة للقرى السياحية خاضعة ولا مش خاضعة؟ لا خاضعة طبعا كلها، معظمها 95%. طيب. حضرتك اتكلمت بشكل واضح، لو في الناس التزمت بالماتيريال اللي المفروض يلبسوها الماتيريال بتاع البوركيني، ليه نمنعهم بقى؟ لا دي بقى حاجة مش يعني أنا يعني أصل في فنادق مثلا تقول لك لا مفيش بوركيني خالص. ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه. دي حاجة بقى ممكن تكون التشين اللي ماسكة الموضوع بتقول لك لا، التشين نفسها يعني ال عايز أقول إيه، مش عايز أذكر أسماء، يعني التشين دي مثلا فندق معين المبنى وكل حاجة بس بتديره حاجة عالمية بتقول لك ده ممنوع. يعني أنا بخضع، انا مثلا عندي المبنى ده بيخصني انا كمالك، لكن المبنى ده فندقي خلاص باجره لتشين معينه عالميه، التشين دي سين طاد واو للفنادق بتقول ممنوع ده، خلاص هو هيمنع ده لازم. زي في بعض الفنادق هنا هي فندق كبير جدا قال لك انا مش هبيع كحول، موجود على الكورنيش فهو ما بيبيعش كحول، خلاص هو يعني فاهمني. طيب لو الناس رفعت قضايا في الحالة دي؟ والله بقى دي حاجة أنا ما أقدرش، بس هي أنا ما أعرفش، أصل دي بتناقش تقريبا في مجلس الشعب صح؟ ممكن طبعا بس مش هتكسبها أنا أعتقد. ليه؟ لأن ده حق دستوري للأونر. الأونر إن بص حضرتك في جانب احنا مش عايزين ندخل في مرحلة العشوائية. العشوائية اللي هي ايه؟ ان انا ابتدي بس كمان مش عايزين ما نحترمش قيم. لا القيم ان انت بقى قيم واديان المجتمع يعني. لا ماشي قيم المجتمع انا لا قيم المجتمع انا بحترمها. انا حاطط قواعد في المكان بتاعي، حضرتك تيجي كده. تيجي هنا زي ما احنا بندخل النوادي. انا ما اقدرش اقول ما في النوادي بيقول لك ما تنزلش بالبوركيني، ما تنزلش يعني مش معقوله واحد ينزل بالشوز في البسين يعني، واخد بال حضرتك؟ ما هو دي برضو اشمعنى يعني هي مش موضوع الفنادق بس او موضوع لكن انت بتقبل ده في النادي. طب ده عشان عضو نادي وله قواعده، يعني النادي بيقول القواعد كذا 1 2 3 4 5 6 كذا، لكن مش نبص نلاقي بقى ايه كل الناس نازله بهدومها يعني دي ده برضه مش صح يعني.